صباح الخير مرة تانية لكل المشاهدين. كيف كنت عم بقول لهم بالبداية، على بكرة رح كون عم بحكيكم عن بي سي، أما هالكمبيوتر اللي كتير صغير. إذا بدنا نرجع نطلع شوي مع مرور الوقت كيف كانوا عم يتغيروا هالكمبيوترز اللي كنا عم نستعملهم، يعني كان بحجم الاستوديو أول شيء، وكل ما نتقدم لقدام كل ما عم يصغر حجمه لهذا البي سي. عم بحكي عن بي سي هون ومش عن لابتوب. ليش؟ رح تكونوا عم تشوفوا معي بالفيديو اللي رح نكون عم نحضره سوا عن المبدأ اللي عم بحكيكم عنه. اليوم هالبي سي الصغير هو اللي حيكون عم بيعطينا القدرة انه نكون عم نوصله بأبسط طرق حيلا شاشة موجودة عنا، والأحلى من هيك انه رح نكون عم نحس كمان انه عم نستعمل سمارت فون. فبطريقة تانية إذا في عن حتى هي نفس الأوبريتنج سيستم اللي عنا إياه على الأندرويد سمارت فونز، رح يكون عنا إياه على كمبيوتر، والفرق انه الشاشة أكيد حتكون أكبر. هالأمر كيف بيكون عم بيساعدنا؟ أول شيء بيكون عم بيساعدنا انه نكون عم نحصل على عدد كتير كبير من الأبلكيشنز، بما انه هو مبني على الأندرويد يلي هو نفسه بيكون موجود على سمارت فون. وثاني نقطة هي انه رح يكون في عنا القدرة كمان ونستفيد من عدد كتير كبير من الأبلكيشنز يلي بيكونوا موجودين على هيدا البلاي ستور. فالطريقة يلي عم تتطور فيها هالتكنولوجي، وخاصة وقت نكون عم نحكي عن عالم الكمبيوترز، فينا نلاحظ قد ايه عم تكبر بسرعة. اليوم يعني هيدا صارت سبورتبل بي سي بعد أصغر من اللابتوب حتى، يعني نحن عادة بيكون موجود معنا ومنتنقل فيه ومناخده، وخاصة وقت بيكون في عنا أشغال. هلا فيكم تكونوا عم تقولوا انه ليه نحن بحاجة لهيك ديفايس، بينما في نحن نكون عم نعمل ميرورينج للسمارت فون تبعنا، فينا نكون عم نستعمل حيلا ديفايس ثاني بيعكس الصورة اللي عنا اياها عن السمارت فون. الفكرة هون انه عم نحكي عن بروسيسور، اول شيء حيكون اسرع، يعني طريقة العمل على هيك كمبيوتر حتكون اسرع اكيد من السمارت فون، وحتكون شبيهة نوعا ما بالاكسبيرينس وبنفس الخبرة اللي نحن بنكون عنا اياها على اللابتوب. هالديفايس كثير صغير الاسود اللي عم تشوفوه بقلب الشاشة هو هالبي سي الجديد اللي عم نحكي عنه. ريميكس ميني هو هالديفايس. الطريقة يلي بتدوروا فيها هي كتير بسيطة، يعني إذا بترجعوا بتتذكروا شوي قبل كيف كنا ندور هالكمبيوترز، كنا نضطر إنه يا ما كانت الكبسة تكون من ورا في منهم، يا ما حتى بعدين صار في هالكبسة التقليدية يلي هي من قدام يعني. فاليوم هالديفايس لهالقد صغير يلي يعني كتير مهضوم شكله وكتير فرندي، أول شيء عم بيغنينا عن كل الكيبلز وعم نقدر نحصل على اكسبيرينس جديدة وغير. هلو هلو هلو، تمام؟ صباح. أول شيء تياب اليوم كتير حلوين. ميرسي. بدي أحكيك عن جاكيت، كنا عم نحكي عن بي سي خلصت، ريميكس ميني اسمه، بي سي هلا دقات تليفون كاتيا، وبينوصل على حيالة تي في موجود بالبيت، مبني على أندرويد أوبريتنج سيستم، الأندرويد أوبريتنج سيستم هو نفس الأوبريتنج سيستم اللي بيكون موجود على سمارت فونز كمان. فهيدا أول أيتم منحطه ورانا. تاني ايتم بدي احكيك عنه هو هالجاكيت يلي كنا عم بقول لك عنه. انا مهتمه فيها كثير. يلا فرجي. اليوم عاده وقت بتكونوا مسافرين في كثير ناس بتتلبك بغراضها بين ساعه وقت بدكم تقطعوا على السكيورتي، بنعرف انه ساعه زنار سمارت فون بدك تحطيه محل ظاهر مع اللابتوب مع التابلت كل هالامور، وفي العوينات اذا كنت عم بتسافر بالنهار يعني. فاليوم كل هول متلبك فيه، اوقات بالليل كمان، اوقات بالليل، اوقات بالليل. فال غير عوينات النظر، يعني غير عوينات النظر، وحتى في ناس بيكونوا مسافرين وبيكون في معهم هيدا البلو، عرفتيها اللي بيحطوها للرقبه يعني ليرتاحوا. اهم شيء سو اليوم كيف اذا بنجي بنقول لكم جاكيت وحده فيها كل هول، جاكيت وحده رح فيكم تضبوا فيها كل هالغراض. ما بعرف في عندك التيكت والباسبور ولا بضلك مضيعهم؟ هول بجيبي من قدام. هول على طول عم ضيعهم، مشان هيك على طول انا بسافر مع بليزر ليساعوا فيها كل الغراض وشنطه اللابتوب يلي حتى لو مسافر فول سيرفس انه بياخذ شنطه لابتوب، يمكن ما بعوزها، هي صعبه معوزها، بس انه بياخذ شنطه لابتوب لان بيكونوا كل الاغراض راكبين فيها يعني. فالفيديو اللي حنكون عم نحضره سوا مع المشاهدين بيوضح شوي اكثر عن هالمبدا اللي عم بحكيكم عنه، والفكره هي كيف بيقولوا يعني لانه كان في حاجه كثير كبيره لها، قرروا يكونوا عم بيخترعوا. تخيلوا جاكيت وحده حفيها تعمل كل شيء، وقت بنقول كل شيء يعني عم بحكي انا انه رح يكون فيها تكون عم بتساعدكم بابسط الطرق لا تكونوا عم يعني ما عم بتضيعوا فيهم، ورح يكون في منها اربع ديزاينات مختلفه. هلا رح نرجع نشوفهم على البطيء. عم تلاحظوا بس كم غرض عم بيساعد بنفس الجاكيت هيك كاتيا؟ اوكي، يعني عم نحكي عن اكثر من 8 غرض تقريبا. عادة هيك كانت الحالة الطبيعية اللي بتصير معنا، كل غرض له مطرحه، هذا اهم شيء. اكزاكتلي، كل غرض له مطرحه يعني. انت بتضبهم بس ما بترجع تلاقيهم. بيصيروا بيتعوجوا مع التيكت والباسبور، وهون بتصير هالقد هينة يعني، بتشرح هالجاكيت. هلا في شيء مش مزبوط بالفيديو انه قطع بالسنتور تبعه يعني، بس انه ماشي الحال قطعنا له اياها. فأول شيء ويند بريكر، ليش؟ هول الأربع ديزاينات المختلفين يلي عم نشوفها، هي تاني ديزاين، هيدي تالت ديزاين بحال كان في عندكم سفرة عمل فيها تكون بليزر، يلي هي انه ما بترجع لك هيدي البليزر. بحال كان في ساعة بالطيارة بهالحالة عادة بنصير ناطرين الهوستس لتقطع لها نطلب هالحريم يلي بيكونوا بالطيارة عادة عم يتخانقوا عليه،
يا اما الشخص اللي بيطلع وفوقه بيكون محطوط كل الحرمات بفضيهم بيوزعهم على الحواليه ليحبشنته. فتاني شغله هي الموسيقى. هلا بس دائما بيوزعهم. ايه كمان بيرجع بيكبهم غير مهان. تاني شغله هي الموسيقى، عندنا مشكل انه بالهيدفونز بيكونوا معنا اوقات بنخليهم على كتافنا وبنصير ملبكين فيهم كل مره بتقطعي على السكيورتي. ثالث شغله هون عم نشوفها هي الوقت يلي منضيعه انفاكت لتكون هيك عم تريحي راسك، ليك هي شو حلوه. تفرجي كاتيا. الجاكيت تبعي بيصير فيها البلو. كثير قويه هيدي ما تقليلي. حتى بتنزلي هول لتغطي عينيك من قدام. يعني. وحلوين ستايلش. بلت ان من لون جاكيت يعني، وفي وحده لتغطي ايديك اذا انتبهتي. ايه شفتها. فهالقد مبسطينا يعني. اكيد ما بتعيد هالجاكيت اللي حتلبسوها كل يوم. رائعه رائعه. بس انه فيها كل هالامور، تفرجي هلا كيف بيشيل القلم، القلم هو الزبر. كثير قوي، كثير قوي. جيمس بوند يعني اذا بدك تقولي، جيمس بوند بس من دون بطاريات وانسبكتر جادجت بتتذكري. ايه ما بكفي الجاكيت بس لتكون امبرسيف هالقد. ايه وبتنشال من فوق يعني. فحتى الهود اللي كانت محطوطه يعني اذا لابسين بليزر ما بتقيت حتطلعوا مبسوطين يعني انه فيها مثل الكابيشون من ورا، فبتنفك بطريقه كثير هينه. وهون حيكون سعرها اكزاكتلي 15 فيتشرز، حتكون عم تبلش اونلاين بال 120 دولار. اه اوكي. يلي هو بامال يعني. انا ايه مش رخيصه بس انه منيحه. مش رخيصه بس انه ايه مش عاطله. حلوه حلوه كثير رائعه. مش عاطله. انا اكثر شيء حبيت فيها اول شيء فيها هي جايبه الباسبور يلي هي دغري قريبه يعني بتشيل جايبه الباسبور مع التيكت. في فيتشر يمكن انا انه اذا باي فيتشرز بتصير توطي الكلفه. في وحده كنت اوريدي بقول لهم انه يشيلوها يلي انه وقت كان عم بيشرب درينك على الطياره لحسيت حط الدرينك بجيبته يعني انه ما في محل يلقي على العطاء حطه بجيبته يعني. فما بعتقد كثير منيحه هيدي يعني. فهيدا المبدا من وراها اللي حيكون فيها كافه هالسبيس اذا فينا نقول وهالامور يلي رح تكون عم تسمح لك وتسهل لك انه تكوني عم تحتفظي بكل هالغراض وخاصه عوينات الشمس. انه عن جد شو بتعملي بعوينات الشمس بالسفر كاتيا؟ ايه مثقيله يعني. انا بصير سافر لان العلبه يلي بتاخذيها انا على طول ضيون. العلبه يلي بتاخذيها عاده هي بتاخذ كثير محل فبتصير تقولي اوكي ما حاخذها بحطها بشنطه السفر هذيك اللي بتشحنيها. فبتصير عتلاقي هم هالعوينات او القماش يلي عملوه للجاكيت. في منهم مش كلهم هو قماش فيك تستعمليه كمان للعوينات للايباد يعني ما بتجرح السكرين يعني. نايس. نوت باد. كثير حلوه. سو ممكن نشوفك لابسه هيك جاكيت. ايه يعني. اكيد بيلي. مش بعيده. تجي فيها على الاستوديو مثلا؟ لا لبس انه هي للسفر، للسفر مش ضروري ارجع فيها على الاستوديو بس انه براتيك. فيري براكتيكال. ثالث شغله، ثالث شغله هيك ايتم خفيف نظيف بسيط منه ابدا معقد، حبيت الديزاين تبعه كمان، هو عباره عن سولار تشارجر. اليوم مشكلتنا كلنا هي بالبطاريات، يعني الكل عنده مشكل بالبطاريه، ما حدا بتقديه بطاريته، بطاريه سمارت فون. صار غريب اذا بتلاقي واحد يعني ما معه بطاريه سبير بالسياره يا اما هالتشارجر. حتى هلا اليوم صرت بتشوف المراهقين اللي عم يتمشوا بالمول مثلا التشارجر هيك قاطع من جيبه لجيبه، يعني كيف من زمان كانوا يقطعوا الجنزير يلي كان ديزاين مثلا، هلا صار لا بيقطع الشارجر من جيبه لجيبه يعني لان في البطاريه محطوطه بالجيبه الورا والتليفون قدام. ولانه بتاع البطاريه ما بتكفي قد ما في اشياء عم بتصير يعني بين سناب شات وبين انستغرام وفيسبوك وجروبات واتساب. هلا في ناس بيلغونا عن الجروب، بيلغوا حالهم دي ليف لحتى بس ما يصرفوا البطاريه. هولي لا ما قالن حق، افضل يجيبوا بطاريه ثانيه. هلا بعتقد وصل المساج واذا هيك فيهم انهم فيهم يعملوا ميوت للجروب وما بيقعد يزعج يعني وبيشيلوا النوتيفيكيشنز. لا هو شربل مش مزعوج، هو بس خايف على البطاريه. اوكي. بده يعرف كل شيء بس البطاريه ما لازم تفضى. فينا نهديها بطاريه ثانيه. بدي احضركم الفيديو كثير بسيط عن سولار تشارجر، شارجر بس رق الورقه هالقد رقيق. وهو بيستعمل الأشعة الشمسية يلي هي هالطاقة المتجددة يلي بنعرفها يلي بتسمحنا أنه مطرح ما نكون موجودين. وحتى لو ما كان في محل تقدر تكون عم تشحن منه البطارية كاتيا، يعني ما حتى لو ما معك هالبطارية التقليدية فيك تكون عم تستعمل شارجر هالقد بسيط يلي هو عم بياخد من الطاقة الشمسية ويرجع يولدنا طاقة كهربائية نقدر نحن نكون عم نستخدمها لمختلف ديفايسز يلي بيكون معنا على كل لمختلف ديفايس. اكزاكتلي. سو هو عم بجمع هالطاقه وهون حتشوفي يعني ليك الدفتر ليك الورقه هلا بيبرمها وبتشوفيها كمان هالشارجر عن جد قد ايه حجمه صغير وقد ايه رقيقه يعني. فهون ديمو صغير لو باتري. سو بارت من هيدا الدفتر هو فيها هالشارجر، طلعي هيدا الشارجر. نايس. قد ايه رقيقه قد ايه صغيره
وقد ايه هينه يعني انه في واحد يرجع يكمل شغله عادي يعني. ف مش من زمان كنا عم نحكي عن نوت بوك، ما بعرف اذا كنا سوا انا وياك، عن دفتر في واحد يكون عم يستعمله بحال كان باجتماع معين يعني اتسترا. سو بعتقد هون كمان هيك تشارجر فيك تكون عم تحطيه حيلا دفتر عندك اياه كمان، لان عاده دفتر وخصم بسفرات الشغل مش هو بس التليفون. ايه فيك تستخدميه لحيلا شيء. هو الكونسبت من وراء انه قد ايه رقيق، قد ايه تمكنوا انه يكونوا عم بيطوروه ليصير هالقد رقيق. الوقت اللي عم بياخذ هون التليفون اللي تكوني عم بتعبيه كله هو ساعتين ونص، بينما بالحياه العاده تقريبا بياخذ ثلاث ارباع الساعه اذا ماني غلطان على الايفون. اند ذاتس ات. طيب للشرب لازم نجيب الجاكيت ونحط فيها الشارجر ولا ما يمشي الحال؟ يعني بدها تكون جاهزه بلت ان كل شيء. فينا نجيب يعني الشارجر بيجي بالجاكيت. خلص الشارجر بيجي بالجاكيت. الشارجر هلا دري بنلاقي له جايبه من هال 15 جايبه المعمولين يعني بيصير شقفه من الجاكيت. اند ذاتس اول فور توداي. Thank you. Have a nice day. إلي رح ننتقل هلا لعندك كريستال بأوروسكوب.